السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ حالة البحر النهاردة 23/9 وما شاء الله المصطافين مليين مرسى مطروح، وما شاء الله احنا هو صف رابع ما شاء الله، والبحر جميل وكل الرحلات موجودة وكل الناس، رحلات اليخوت اهي زي ما انتم شايفين جوه، والبنانة والبدلات ما شاء الله، الناس مبسوطة والناس والجو جميل والجو دافي ما شاء الله اهو. وفي ناس ما زالت اهي عماله تيجي دلوقتي، احنا الساعه 5 وما زالت الناس بتيجي تقول لك، واللي بيلعب راكت اهو هناك اهو، والناس لسه في ناس كمان اهي قاعده بره مستمتعه بالمنظر اهو ما شاء الله اهي، وفي ناس لسه جايه اهي مستمتعه بالميه زي ما انتم شايفين يا جماعة اهو ما شاء الله. واحنا بنشجع السياحة الداخلية، ومرسى مطروح تعتبر ميتها انضف مية على مستوى العالم، مش هنقول على مستوى مصر ما شاء الله، والرحلات اهي في اليخوت اهي مستمتعين اهم زي ما انتم شايفين يا جماعة. الجو على البحر، ان انت موجود على البحر، ان هي بتخرج الطاقة السلبية اللي موجودة والشحنات والضغوط وضغوط الحياة، مجرد ان انت تستمتع بس بالمية وتمشي على الرملة بس كده، دوت يعتبر ان هو تغيير للحالة النفسية للبني ادم، ان هو يغير من طاقته ويغير من انفعالاته للأحسن. فنتمنى الجميع يستمتع، بيكون صيف سعيد عليه ورحلة سعيدة عليه، وان شاء الله ما تكونش اول زياره، تكون باستمرار. وخلي بالكم ما تروح بس مش في الصيف بس، ما تروح كمان تقدر تستمتع بيها في الشتاء، ليها جو جميل في الشتاء مع الجو مع البحر مع المنظر، ورملتها تحفه. ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو الجو والاستمتاع، والناس مزدحمه جدا اهو، والناس والالعاب اهي، والجو ما شاء الله، والميه حلوه زي ما انتم شايفين الكل اهو. بصراحه الجو ممتع والناس مزدحمه، وصيف مشتعل، صيف جميل. الأطفال بتلعب، البنوتة الجميلة دي عمالة تلعب في المية اهي، فريدة عمالة تلعب في المية اهي ما شاء الله عليها، مستمتعة بالمية الناس كلها، واللي في البدلات هم بيلعبوا في المية. العبي يا فريدة العبي، ما شاء الله كله مستمتع مع فروق السن الكل اهو، والشط مليان وجميل. اهو الجو اهي ما شاء الله ما شاء الله، الناس كلها. وان عجبك الفيديو لايك وشير وكومنت مع احلى شط.